Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, on va commencer un nouveau cours de la langue française. Le cours de aujourd'hui, Allah, est un cours important, surtout pour les élèves de la classe de 3e. Tafqna, bima anna l'imtihanat qarabou ala al-abwab, inchallah hadi l'ayyam hadi ghadi nkhassisha kaع الدروس اللي غادي يكونوا ان شاء الله غادي يكونوا خصيصا للتلاميذ ديال الثالثه اعدادي باش يدوزوا ان شاء الله الموحد وفق الاطار المرجع اللي خصصته الوزاره وزاره التربيه والتعليم العالي في ابسط الظروف وفي ظروف اللي هي ملائمه كيف تنقولوا اتفقنا غادي نشرح لكم ان شاء الله كاع الدروس اللي غادي يدوزوا وغادي ندير لكم واحد لا فيديو ابري غادي يكون شامل مجموع فيه حتى الليله ان شاء الله ديال الامتحان باش هكا ان شاء الله تبريباريو مزيان وتجيبوا دي نوت اللي هما زوينين ما تنساوش حاجه وحده هي تبارطاجيو لا فيديو باش يستافدوا منه بزاف ديال الناس وحاجه اخرى خليو لي دي كومونتير قولوا لي واش عجبكم لا فيديو واش عجبتكم هاد السوربريز ولا لا حيت كنت موعدكم شحال هادي بانني غادي ندير لكم دي فيديو فاش غادي يكون ان شاء الله الامتحان وانا عند الوعد ديالي ان شاء الله باذن الله ركزوا معايا غادي نبدا باول درس ان شاء الله هاد الدرس هذا في الامتحان تيتحطوا عليه هاد العام غادي تحط عليا اما نقطه اما جوج نقاط مي غالبا غادي تكون نقطه للفوق فهمتوني ما فهمتوش تيتحط في جوج ديال الاسئله جوج ديال الانواع ديال الاسئله غادي نشرح لكم الدرس وغادي نقول لكم الاسئله كيفاش تيتحطوا باش تفهم وتعرف تجاوب حيت ماشي غير تفهم الدرس صافي خصك باش تعرف تقدر تجاوب على الامتحان اتفقنا الوغ تبعوا معايا نشوفوا الدرس شنو هو وغادي نوريكم كيفاش غادي نديروا الدرس اليوم هو لي كونجونكسيون دو كورديناسيون لي كونجونكسيون دو كورديناسيون شنو هو روابط هما عباره عن روابط ديال العطف اتفقنا تيتسموا لي كونجونكسيون دو كورديناسيون لي كونجونكسيون دو كورديناسيون ان شاء الله غادي نشرح لكم واحد لا فاصون هي ساهله فواحد 10 ديال الدقائق تقريبا غادي تفهمهم غادي تقدر تجيب ان شاء الله الامتحان واحد جوج النقاط ديالك اللي تحطوا عليه جوج نقاط واحد نقطه ونص تحط نقطه ونص ولا نقطه المهم غادي تجيبوا صحيح 100% الا تبعتيني شنو غادي نقول ان شاء الله باذن الله شنو هو هاد لي كونجونكسيون دو كورديناسيون هما سبعه هما سبعه تنحفظوهم بواحد الطريقه اتفقنا تنقولوا مي او وي دونك اور ني car mais où est donc or ni car mais où i donc or ni c'est-à-dire ni je me laisse coucher ni car alors هادي هما لي كونجونكسيون دو كورديناسيون اي سون سيت هما سبعه سبعه mais où et donc or ni car كل وحده خصك تفهمها شنو تعني وكيفاش تقدر توظفها في جمل بطريقه صحيحه اتفقنا نهار ديال الامتحان اول سؤال اللي يقدروا يسولوكم هذا السؤال تيتحط بزاف ديال الاعوام تيجي من لو تيكست اللي تيكون عندك ديجا تيقول لك جبد لي جوج مثلا ديال لي كونجونكسيون دو كورديناسيون اتفقنا انت تتقرا هذاك لو تيكست تشوف الا كانت عندك شي كلمه من هذه الكلمات تتجبدها تتحطها لهم شحال ما قالوا لك جبد تتجبد لهم فهمتيني ولا فهمتيش هذا هو السؤال اللي على فهمتي تنقولوا الاعتيادي اللي تيتحط ما كاين سؤال اخر من بعد غادي نوريه لكم تنشرح لكم ان شاء الله القاعده وكل حاجه ان شاء الله شنو تتعني اتفقنا الو انتبهوا معايا وركزوا معايا من الاول عطيتكم السر حتى الاخر باش تفهموا ان شاء الله هذا الشيء مزيان بواحد الطريقه اللي هي سهله غادي نبداو ان شاء الله مي مي شنو هي مي ركز مي عقل عليها لاك السر هي في اللغه العربيه لكن لكن هاد مي تستعملوها في لوبوزيسيون شنو هي لوبوزيسيون في التعارض فاش تكون عندي فكره وتنبغي نعارض فكره اخرى فهمتيني ولا فهمتيش تكون عندي فكره وتنبغي نعارض انا ماشي نعارض نعطي فكره اخرى بالمقابل اتفقنا ولا ما اتفقناش هنا تندخلوا مي نعطيكم اكزومبل باش تفهموا مثلا تنقول لك مثلا جو سوي كونطون مي نزيدكم جو سوي كونطون افيك فو باش الجمله تعطيك تكون عندها معنى صحيح 100% جو سوي كونطون افيك فو مي غادي ندخلوا هذيك مي باش نفهموها ولكن جو في بارتير جو في بارتير نشرحلكم بالعربيه باش تفهموا هادشي انا سعيد انا فرح معكم ولكن يجب علي الذهاب انا فرح معكم ولكن ساذهب هنا اللي قصدت لكم جو في بارتي ولكن ساذهب انا فرحان معكم ولكن غادي نمشي تقنا ولا ما تقناش الوغ انا فرحان معكم ولكن غادي نمشي الوغ حيت عندي شي حاجه اخرى هنايا مي تقنا عقل مي بور لوبوزيسيون المعارضه فكره متعارضه مع فكره اخرى غادي ندوزو او هنا او عقلو بلا اكسون حيت راه بالاكسون راه عندها معنى اخر هذه او
هذه بوغ لو شوا فاش يكون عندي اختيار فاش يكون عندي الاختيار هذه ساهله فاش يكون عندي اختيار هذه او هذه فهمتي ولا فهمتيش مثلا تنقول لك ركز معايا تنقول لك tu préfères le thé ou le café تفضل الشاي ام القهوه tu préfères le thé ou le café تفضل الشاي او القهوه فهمتوني هذه او معناتها او تفضل الشاي او القهوه يعني او حاولوا تقيدوا باش نكمل لكم اي ودونك وهذوك اللي بقاو حاولوا تقيدوا لا تمسروا وقفوا نتوما لا فيديو وقيدوا انا نخلي لكم واحد 30 ثانيه تقريبا حاولوا توقفوا لا فيديو وقيدوا لي زانفورماسيون باش نكملوا ان شاء الله الدرس ديالنا وما يجيش طويل وتفهموه وتمشيو كيف قلت لكم الامتحان وتجاوبوا ان شاء الله لا بارت البارتي ديال الامتحان ان شاء الله فوالا غادي نحاول بما قيدتو باش تفهموا دابا الامتحان نورمالمون في الجهوي ديال صحاب كاتريام تيكون تنقسم ثلاثه ديال البارتي ثلاثه ديال لي بارتي البارتي الاولى كومبريونسيون سو سون دي كيستيون كي اون غلاسيون افيك لو تيكست اسئله عندهم علاقه بهذاك لو تيكست اتفقنا تجبد غير السميه ديال الكريفان لو تيتر ابري تيقول لك لو بيرسوناج من بعد كاينين دي كيستيون سامبل يعني قرا غير لو تيكست فهمو مزيان وتقدر تجاوب بعد مره تيكون فغي او فو خطا او صحيح مزيان من البارتي الثانيه ادي ديال الكومونيكاسيون ديال لا لونغ بارتي الثانيه كومونيكاسيون اي لونغ فيها قواعد اللغه الفرنسيه سته ديال النقاط هذوك ان شاء الله غادي نديرهم لكم تبعوا غير لي فيديو اللي غادي ندير لكم هاد البيريود هاد الاخر غادي تجيبوا سته نقاط لا محال غادي تجيبوها انا متاكد الا تبعتي لي فيديو والنصائح اللي تنقول لك ليكسبريسيون ايكريت يكون عليه هادو الاولين بارتي الاولى سته نقاط بارتي الثانيه سته نقاط ليكسبريسيون ايكريت يكون عليه 8 ديال النقاط ليكسبريسيون ايكريت بالنسبه للناس ديال الكاتريان تعطوك تيكست ناراتيف كي شفت شي فيديوهات ديال دي جون اصلا لا علاقه هما مع اللغه الفرنسيه فاش يشرحوا اللغه الفرنسيه تيكذبوا على الناس تعطوك تيكست ناراتيف في الكاتريان باش نكونوا شنو هو تيكست ناراتيف نص سردي تتسرد كلكو شوز ما تعطوكش تيكست ارغيمونطاتيف ولا تيكست حاجه اخرى تعطوك نص سردي كان واحد العوام باغيين يردوا هذاك النص السردي اون غولاسيون افيك نوفيل بوليسيه حيت هي اللي تتقرا في الكاتريان مي حتى الان باقي ما طبقوش هذه القضيه ما تعطوش نوفيل بوليسيه اللي هي قصه بوليسيه ما تعطوك نص سردي تعطوك شي استوار وتتعاود عليها فهمتي مثلا مشيتي سافرتي تيقول لك عاودنا تلاقيتي شي واحد عاودنا بحال هكا نص تتعاود فاش تخدم باش تخدم في هذا النص هذا خصك تكون ضابط لامبارفي الباسي سامبل والبريزون تكون ضابطهم مزيان باش تقدر تخدم سي على الاقل تكون ضابط البريزون والباسي والامبارفي وتقدر تكتب هذا النص اللي قال لك من غير النص هذا ولا تيقولوا لكم منهجيه ديال الكاتريه ما كايناش منهجيه في الكاتريه هذيك في السيزيام كاينه منهجيه حيت تيكست ارغيمونطاتيف تبداو نبدلوا غير لي زارغيمون في الكاتريه ما كاينش تيكست ناراتيف ما فيش حك سردي ما عندوش الشيما ما عندوش منهجيه اللي تيقول لك الشيما راه تيكذبوا عليكم واصلا شفت دي جون فيسبوك بالاخص فيسبوك تيطلعوا لي هكا بارازار اصلا هما لا علاقه مع اللغه الفرنسيه باش يشرحوا اللغه الفرنسيه ما عارفينش شنو البروغرام وقال شنو تيقراو فيه تيديروا يكذبوا على الناس والناس مساكن غير غاديين هادشي اللي تيحزت في الخاطر هو ان الناس ما فاهمينش جاوب براسهم انتما داخلين باش يتعلموا حيت ما فاهمينش وتيبقاو يتيقوا اي واحد ما تيقش اي واحد واصلا في الاطار المرجعي قرار تيقول لك تاكس نيجاتيف يعني صافي سالينا اي المهم هاد الثلاثة غير تنصحكم وانتوما تيبقى لكم الاختيار و اي هي و هنا ديال الاضافة تتسمى لاديسيون اتفقنا لاديسيون الاضافة مثلا تنقول لك جو فو مثلا دو تي لا جو فو Je regarde le match et je mange. أشاهد المقابلة ولا المباراة وآكل. هنا إيه تنديرش بزاف ديال الحوايج في نفس الوقت فهمتوني ولا فهمتوش عقلوا عليها هذه اسهل حاجه هي هذه وهذه هما الساهلين غادي ندوزو ان شاء الله للدونك دونك فاش نهضروا على لا كونسيكونس دونك معناتها اذا دونك بحال الوغ هي النتيجه لا كونسيكونس هي النتيجه يعني شي حاجه تتكون عندها النتيجه مثلا نعطيكم هاد ليكزامبل انتبه معايا تنقول لك جو ترافاي بيان اعمل بجد جو ترافاي بيان اعمل بجد الا كنت نعمل بجد شنو غادي يوقع دونك شنو غادي الا كنت شي واحد تيخدم مزيان غادي ينجح دونك جو في ريوسير دونك جو في ريوسير اذا سانجح تا
اتفقنا يعني ساهل ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه حاول توقف لا فيديو وقيدو حتى نحاول نزرب باش ما يجيش لا فيديو طويل حيت صافي هذيك البارتي هضرنا باش على الامتحان كيفاش تيكون دابا نحاول نزرب باش تفهموا هاد الحوايج اتفقنا حاولوا تقيدوهم وقفوا لا فيديو وقيدوهم غادي ندوزو لاوغ اوغ هي اللي تجي للناس صعيبه حيت اوغ ما تفهموهاش مزيان اوغ هي اللي تلقاو الناس فيها اشكاليه باغ كونطخ انا تجيني صراحه ساهله حيت اوغ بحالها بحال مي خصك تعرف اوغ حتى هي فاش نهضروا على لوبوزيسيون تعارض معناها باللغه العربيه الا ان الا ان الا ان يعني تتكون عندك فكره وتتكون عندك فكره مثلا تنقول لك انت في هذا ليكزامبل مثلا تنقول لك مثلا جو فو فواياجي جو فو فواياجي اريد ان اسافر الا انني اور جو سوي فاتيغي الا انني عيان ولا تعبان بغي باغي نسافر ولكن راني عيان فهمتوني ولا فهمتوش هادي هي اور ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه غادي ندوزو ني ني هنا نفي ني ني عفوا نقولكم ني ني هنا لا لا غير هاد ني خصها تجي جوج تنفيو جوج ديال الحوايج في دقه واحده مثلا تنقول لك جو نو فو لا اريد ني ني لي ني كافي لا اريد لا حليب ولا قهوه جو نو فو ني لي ني كافي كافي لا اريد حليبا ولا قهوه اتفقنا يعني هذه نفي هذه ساهله هذه ما تنظنش شي واحد ما يعرفهاش غير هي باش نبغيو نخدموها تنخدمو جوج جوج ديال الحوايج لا هذه لا هذه كيف تنقولوا بالدارجه لا هذه لا هذه بقى لنا كار نشوف واش كاين شي اسباس فين نكتب كار يبالكم فوالا غادي نكتبها من تحت من هذوك حاولوا تركزوا معايا في كار 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 ولا نتوما ندير لكم كار هنا باش تبان لكم كار كار الدراري هو ديال السبب ديال السبب لا كوز ديال السبب كار بحال تنقول لك بالدارجه ما عرفتش الكلمه بالدارجه حيتاش حيتاش لان لان تعرفنا لان سبب هنا تنعطيو السبب مثلا تنقول لك تابع معايا في هذا ليكزومبل شوف ليكزومبل اللي غادي نعطيك مثلا تنقول لك جيتي مثلا كنت هنا لو فيرب اتر في لا بافي جيتي ابسون ايير كنت غائبا بالامس كار علاش حيت كنت مريض كار ما عنديش فين نكمل نكمل لكم تحت من هنا كار جيتي مالاد الو جيتي ابسون ايار كار جيتي مالاد كنت غائبا بالامس لانني كنت مريض هادو هما لي كونجونكسيون دو كوردينياسيون جو سوي سور اي سارتان انك اللي تبعتي هاد الشرح هذا غادي تفهمهم غادي تفهم كل واحد والدور ديالو كيف قلت لكم لي كيسيون اللي تيتحطوا دابا انا نشرح لك الدرس ونشرح لك لي كيسيون ونشرح لك حتى الامتحان كيفاش تيكون لي كيسيون اللي تيتحطوا ابروبو هاد الدرس هذا ولا اون غلاسيون افيك هاد الكور هذا يا اما تيقول لك جبد لي من النص جوج ولا ثلاثه ولا واحد ديال لي كونجونكسيون دو كوردينياسيون هذه تتحط تقريبا كل عام فهمتوا لا كيسيون ثاني اللي يقدروا يسولوكم هذا العام هذا هو وثاني تتحط هو تيتحط يعطوك جوج ديال لي فراز مثلا بحال هكا شوف معايا يعطيك مثلا بحال هنا يقول لك جيتي ابسون ايير كنت غائب بالامس تعطيك نقطة تعطيك هذه الجملة الأولى تعطيك الجملة الثانية وراها جيتي مالاد مثلا تعطيك هذه الجملة جيتي ابسون هي نقطة جيتي مالاد أنت تتقرا هاد لي دو فراز تيقول لك ربط لي بين هذوك الجوج ديال لي فراز بواحد لا كونجونكسيون دو كورديناسيون اللي غادي يجي مناسب اللي غادي يجي مناسب يقدروا يعطوني جوج ديال لي فراز كل جملة فاصلة بين جملة بنقطة تقول لك مثلا غير اكزومبل جيتي ابسون ايير نقطه جيتي مالاد الوغ انت شنو خصك دير تقول لك ربط لي بين هاد جوج ديال لي فراز بواحد لا كونجونكسيون دو كورديناسيون اللي مناسبه غادي تجي معاهم اتفقنا ماشي دير اللي بغيتي راه عندي سبعه ماشي غادي ندير اللي بغيتي خصني نقرا الجمله ونفهم فاش نقرا الجمله جيتي ابسون ايير كنت غايب البارح ياك تنمشي كنت مريض جيتي مالاد الوغ هنا السبب خصو السؤال اللي نسول نقول له بوركوا tu étais absent hier لماذا كنت غائب بالامس الوغ سولت لماذا يعني سبب خصو يجاوبني بسبب لانني كنت مريض يعني تجي وتتقلب على لان
alors car يعني تتقول هذا لا كوز. مثلا شي واحد قال لك عطاك جوج ديال الجمل، عطاك هذه الجمل مثلا قال لك je veux voyager نقطه je suis fatigué، je veux voyager نقطه je suis fatigué، اريد ان اسافر نقطه انا عيان. هنا بغيتي تربطهم، باش تربطهم عندك جوج ديال الاحتمالات، اما دير مي حيت هنا التعارض، التعارض يعني اما دير مي اما دير اور. تقدر تقول je suis مثلا je veux voyager، je veux voyager mais je suis fatigué، ولا je veux voyager or je suis fatigué. تقنا ولا ما تقناش؟ يعني هادو حويجات خصكم تردهم البال وتعقلوا عليهم. هادو هما لي تيب ديال الكيسيون اللي تيتحطوا في الموحد بالنسبه لهاد الدرس هذا. الامتحان بصفه عامه تيكون ساهل، ليكسبريسيون اكريت خصك ضروري تكون عندك شويه مع لا لونغ فرونسيز باش تقدر تكتب، حيت يعطيك واحد التكست ناراتيف. خصك تضبط كيف قلت لك البريزون باسي سامبل اي لا بارفي باش تقدر تعبر وتقدر تفهم. من بعد غادي يجيونا ان شاء الله دروس تتم لهاد الدرس هذا، دروس اللي عندكم ان شاء الله هذا العام هذا، باش تقدروا تدوزوا الامتحان. وهذيك الست نقاط او مينيموم ولا مينيموم تقدر تجيب 4 ديال النقاط منها، يعني غير تبع هاد الحوايج. والكومبريونسيون راه ساهله، 6 نقاط تقدر تجيب منها 6. حتى دابا نوريكم ان شاء الله لا ميثودولوجي كيفاش تخدموها. والاكسبريسيون اكريت غير شويه، تكون عندك غير شويه لا باز، من 8 تجي واحد 4 5 6 6 ديال النقاط غير لا باز. ماشي تيطلبوش منكم شي حاجه اللي هي صعيبه، باش تكونوا شويه منطقيين، تيطلبوش شي حاجه صعيبه. راه الناس اللي عندهم غير شويه لا باز تيقراو عندي تلاميذ الحمد لله تيتبعوا غير شويه، وتيكون عندهم غير تيديبانيو على قد الحال. حنا تنهضروا على اللي على قد الحال، ما كاينين تبارك الله اللي متفوقين، غير على قد الحال تيجيبوا 14 15. فهمتوني؟ فهمتي؟ تبعوا غير لي كونسي اللي تنعطيهم، تتبعوا لا ميثودولوجي كيفاش نخدم، وتيمشيو وتيتوكلوا على الله وتيجيبوا مزيان الحمد لله. حاولوا تبارطاجيو لا فيديو، خليو لي كومونتير واش عجبكم الدرس، بروبوزيو عليا دوطخ سوجي لي مالا. وان شاء الله على امل لقاء بكم غدا في نفس التوقيت ان شاء الله، مع درس جديد عنده علاقه بالثالثه اعدادي. والله يوفقكم بالخير. كما معكم عزيزتي الامل، لقاء بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. نقول لكم السلام عليكم.